السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ معاكم سنيور محمد كمال، مؤلف سلسله روما للغه الايطاليه. زي ما وعدناكم في الفيديو الاولاني ان احنا هنراجع معاك الايطالي باذن الله، كانك طول السنه ما خدتش ايطالي او ان عندك مشكله في سؤال الايطالي او في منهج الايطالي. ما تقلقش، احنا بنراجع على كل جزئيه لوحديها. الناس اللي تابعتنا خلال الفيديو الاولاني، احنا بنراجع معاك الايطالي من خلال أسئلة الامتحانات السنين اللي فاتت، مقسمين البوكلت زي ما شفت كده معانا في الفيديو المرة اللي فاتت، وابتدينا بمراجعة سؤال المواقف. مراجعة سؤال المواقف عندك في الامتحان، قبل ما نبدأ، سؤال المواقف هو عليه كم درجة في الامتحان يا شباب؟ قلنا عليه 9 درجات من أصل الـ40، 9 درجات من أصل 40، يعني تقريبا تلت البوكلت. تلت الإيه يا شباب؟ البوكلت. يبقى أنا ما يهمنيش إن أنا قاعد طول السنة بس بذاكر جرامر، لا، ده انا جرامر ومواقف، وباذن الله هنعمل لكم مراجعات كمان لسؤال القطع، لان انا عارف ان في ناس كتير عندها مشكله في سؤال القطع، سؤال زي سؤال الايميل، سؤال زي سؤال المقال. طب تعالى نبدا نشوف احنا خدنا المره اللي فاتت ايه من خلال منهج سؤال المواقف. قلنا منهج سؤال المواقف يا شباب اللي عليه 9 درجات من 40 كان عباره عن 4 اجزاء، اللي هي لوزو دل فيتورو، الوحدة الأولانية استخدام المستقبل، الكونفيرماتسيوني اللي هي التأكيد، جويا والريماريكو اللي هي قلنا شيء يسعدني وشيء يحزنني، أنا بعمل لك أوفر فيو على الموضوع، آخر حاجة الأيوتو والكولابراتسيون. المرة اللي فاتت قبل ما نبدأ مراجعة سريعة كده، خدنا مع بعض إيه يا شباب؟ خدنا مع بعض الكونفيرماتسيون، صح كده؟ المرة اللي فاتت خدنا مع بعض يا شباب الكونفيرماتسيون اللي هي التأكيد. اتعلمنا المرة اللي فاتت، كان عندنا مبادئ كده، اللي ما شافش الفيديو الأولاني يرجع يشوفه مع بعض تاني. قلنا إن أنا عندي خطوات بحل بيها سؤال المواقف، كنا مقسمينهم لكام خطوة؟ 3. أول حاجة لازم أقرأ السؤال كويس قوي وأدور على العلامة والدليل، أدي 1. 2، لازم أقرأ الجملة وأبدأ أستبعد الإجابة اللي أنا مش واثق فيها والإجابة الغلط عشان أتأكد من إيه؟ من إجابتي. طيب تعالى نخش النهاردة، هناخد مع بعض الجويا والريماريكو، وتعالى نشوف مع بعض الجويا والريماريكو عبارة عن إيه. أولا أنا هشرح لك القاعدة بالعربي كده زي ما تعودنا المرة اللي فاتت، ثم نبدأ نشوف هنتعامل عليها إزاي في الامتحان. الجويا والريماريكو، خد بالك الدرس ده مهم في الامتحان، لان لغايه السنه اللي فاتت وانت مغمض من اصل الـ10 جمل بتوع سؤال المواقف هيجي عليه جملتين. طب لما استبعد وحدتين في الاخر اللي هم الفاري شوبينج والباريري، فممكن نلاقي ان سؤال زي الجويا والريماريكو يلعب على 3 جمل، لان في جمله فيه مهمه جدا اللي هي ابتدى يعتمد عليها في كتاب النماذج، ويبتدى يعتمد عليها في نماذج الوزارة الاسترشادية اللي هي جمل المعنى. طب يهمني الأول إن أنا أفهمهم بالعربي. قال لك هو عايز يعلمك إنك ترد تقول إيه لو في حاجة بسطتك، حاجة حصلت بسطتك، يعني مثلا لو أنت قلت لك إن أبوك مثلا جاب لك موبايل آيفون 6 بلس، دي حاجة تبسطك ولا تحزنك؟ تبسطك طبعا. دي هعلمك إزاي تقول ايه لو في موقف حصل كويس يبسطك. طب لو انا جيت قلت لك ان الايفون اللي انت اللي ابوك شاريه ده وقع اتكسر، دي حاجه تبسطك ولا تحزنك؟ حاجه تحزنك، اللي هي ايه؟ ريماريكو. يبقى الراجل هيعلمني خلال الوحده دي اقول ايه لو حاجه بسطتني، واقول ايه لو حاجه احزنتني. تعال نشوف مع بعض، اتعلمنا ندور على العلامه والدليل اللي هي شيء يبسطني وشيء يحزنني. اولا شيء يسعدك، حاجه تبسطك، يعني اسمها ايه؟ اسبريمو جويا. تاني، اولا بص كده، اسبريمو دي ثابته معناها تعبر عنه. انا يهمني شيء يحزنني، يعني ايه؟ جدع، الجويا. يبقى شيء يبسطني جويا. طب شيء يحزنني ريماريكو او ديسابونتو. يبقى تاني، شيء يبسطني يعني ايه؟ جويا. طب حاجة تحزنني ريماريكو أو ديسابونتو. دي العلامتين اللي لازم تدور عليهم في الامتحان. لازم تقرأ السؤال كويس جدا زي ما اتعلمنا في الفيديو اللي فات، وتعرف تدور على العلامة صح.
حاجه تبسطني يعني جويا. طب حاجه تحزنني ريماريكو او ديسابونتو شابو. لو انا جبتهم لك بالعربي تعرف حاجه تبسطك يعني ايه؟ هتقول لي وانا مغمض جويا. طب شيء يحزنني ريماريكو، حاجه من الاثنين خد بالك ما تحفظش واحده، لانه في الامتحان مره يجيب دي ومره يجيب دي، يبقى يبسطني هي واحده جويا. طب شيء يحزنني حاجه من الاثنين، يا ايه يا ايه؟ ريماريكو او ديسابونتو. تاني ريماريكو او ايه؟ ديسابونتو. تعال نشوف ازاي اطلع العلامه والدليل في السؤال اللي قدامي ده كده. ابدا اتعلم خلاص، انا بقيت في حاجات عارفها من الفيديو الاولاني، ازاي اترجم بس السؤال. كوزا ديتش يعني ايه؟ ماذا تقول؟ كواندو يعني عندما، اسبريمو جويا، هنا دي العلامه بالنسبه لي، لازم اعمل دايره وانا مغمض. اسبريمو قلنا يعبر عن، اللي يهمني كلمه ايه؟ الجويا. لو انت جدع، الجويا شيء يبسطك ولا شيء يحزنك؟ جدع، شيء ايه؟ يسعدني، شابوه. طب تعالى نشوف بقى الجدول ده ويتحفظ ازاي. اول حاجه انا زي المره اللي فاتت كده، انا بحاول ان انا نقرا لك الجدول ونحفظه لك ونربط لك الاثنين ببعض علشان ما تنساهوش ابدا. اسبريمو جويا اللي هي شيء يبسطك، اللي هو لو انا مثلا حصل لك حاجه كويسه فهتقول يا له من خبر جيد، يا له من يوم جميل، يا له من حظ جيد. كيبيلا، وخد بالك قدامها الناحيه الثانيه كبروتا. تاني يبقى شيء يسعدك كيبيلا، قدامها الناحيه الثانيه ايه؟ ما انا لازم اربطهم ببعض، كبروتا. خد بالك من دول، يجيب لك كيبيلا ايديا يعني يا له من خبر جيد، كيبيلا سوربريزا يا لها من مفاجأة جيدة، كيبيلا نوتيتسيا يا له من خبر جيد، كيبيلا جورناتا يوم جيد. نفس الكلام الناحية التانية هو كيبروتا ايديا، كيبروتا سوربريزا يبقى يا له ايه؟ من خبر سيء، يا له من مفاجأة سيئة، من يوم سيء. يبقى تاني اربط الاتنين ببعض، حاجة تبسطني يعني ايه؟ جدع جويا. طب حاجة تحزنني ريماريكو بس؟ لا، ريماريكو او ديسابونتو. حاول تحفظ معايا الجدول هنا. هنا في ايه؟ كيبيلا، الناحيه الثانيه كبروتا جدع، يبقى هنا ايه؟ كيبيلا، قدامها الناحيه الثانيه هي رجاله وانا مغمض كبروتا. هنا في واحده كي فورتونا اللي هي يا له من حظ جيد، وخد بالك من دي مهمه. انا بقول كي فورتونا دي يرد عليها الناحيه الثانيه اربعه. ايه هما؟ نقراهم سنة سنة نحفظهم. بيكاتو اللي هي يا للحسرة، اتشيدنتي كل ده معناه يا للحسرة او يا له من خبر سيء، مانجا كيرابيا. يبقى تاني بقى كي فورتونا، وانا بحفظ الجدول يتقسم في دماغي، هنا كيبيلا قدام الناحية التانية كايه؟ كبروتا. كي فورتونا ها، كي فورتونا يرد قدام الناحية التانية كام؟ أربعة، اللي هم ايه؟ بيكاتو، اتشيدنتي، مانجا كيرابيا. مين جدع بقى يحاول يحفظ معايا الجدول كده؟ قول معايا، انا عندي كام حاجه يا شباب؟ ها، العلامه او الدليل اتنين، جويا يعني شيء ايه؟ يسعدني، جدع. طب شيء يحزنني ريماريكو او ديسابونتو. يبقى تاني جويا شيء ايه؟ يسعدني. شيء يحزنني حاجه من الاثنين، ريماريكو او ديسابونتو شابو. طيب قلنا الاسبريمو جويا، انا عندي ايه؟ كيبيلا، الناحيه الثانيه كبروتا جدع. في ناس ابتدت تحفظ ايه؟ الله اكبر عليك. طب كي فورتونا يرد عليها كام؟ اربعه، اللي هم ايه؟ بيكاتو اتشيدنتي مانجا كيرابيا. قول معايا بيكاتو اتشيدنتي مانجا كيرابيا. مين يعرف بقى يحل معايا المثال الاولاني؟ هتقول لي والله العظيم ده انا عرفتها، طول ما الجدول قدامي كده سهل، ده انا حفظت الدنيا. تعال نقرا السؤال وندور على العلامه والدليل. كوزا ديتش يعني ماذا تقول؟ كواندو يعني عندما، اسبريمو جويا، ها دي العلامه والدليل. اسبريمو جويا يعني ايه؟ شيء يبسطني ولا شيء يحزنني؟ جدع، شيء يحزنني، برافو، شيء يبسطني قصدي. بيكاتو تنفع؟ ها هتقول لي لا، ده بيكاتو بتاعت اللي يحزنني، اللي هي كانت يا ريماريكو او ديسابونتو جدع. كيبيلا جورناتا، ايوه اهي كيبيلا، مش قلنا كيبيلا شيء يسعدني؟ طب كيرابيا هتنفع؟ لا، ليه؟ لان انا وانا مغمض على طول ريماريكو.
طب تعالى ناخد كذا مثال تاني كده عشان المعلومة تثبت في دماغي. انا هنا جايب لك يا باشا اللي زي ما اتعودنا في الفيديو الاولاني كده، ان هيبقى قدامك على شمالك كده الجدول عشان ما تنساهاش ابدا. طيب تعال نشوف الامثلة دي مع بعض يا رجالة. اول حاجة دور على نفس الطريقة، اقرأ السؤال ودور على العلامة والدليل. كوزا ديتشا، يعني ايه كوزا ديتشا؟ قلنا ده بس السؤال معناه ماذا تقول. كواندو، يعني ايه كواندو؟ عندما. اسبريمو جويا، هتقول لي بس وانا مغمض اسبريمو جويا يعني شيء يبسطني. اول حاجة لازم اتعود اقرأ الجملة كده. اتشيدنتي، اتشيدنتي هنا تنفع؟ لا. ليه؟ اهي ريماركو اب ديس ابونتو، اشطب عليها. كيفورتونا، هتقول لي اه اهي كيفورتونا هي دي اللي جويا، دي الاجابه الصحيحه، دي الاجابه الصحيحه صح كده. طب بص الجمله الثالثه، كيرابيا هتنفع؟ هتقول لي لا ده ديس ابونتو. طب بص معانا كده الجمله اللي بعديها، بير اسبريمرا ديس ابونتو، هتقول لي ديس ابونتو دي اللي بتساوي الريماركو اللي هي شيء يحزنني. جدع. اول حاجه كي بيلا فورتونا تنفع؟ لا. طب ليه؟ اهي. طب كي بيلا نوتيتسيا تنفع؟ لا. طب مانجا، ها هي دي الاجابه. سهل الموضوع بالنسبه لك؟ سهل، ما فيهوش حاجه، الموضوع سهل جدا. انت عندك الدرس كله عباره عن جزئيتين، شيء يسعدك اللي هي جويا، حاجه تحزنك اللي هي ريماركو او ديس ابونتو. تعال ناخد امثله ثانيه نتدرب عليها بشكل اقوى قبل ما نخش على اسئله الامتحانات السنين اللي فاتت. بص يا شباب تعال نقرا كده المثال الاولاني. ديتش يعني ايه؟ اقول بيكاتو، اول ما لقيت بيكاتو اعمل عليها دايره. بيكاتو وانا مغمض اهي، ها حاجه تبسطك ولا تحزنك؟ لا وانا مغمض تحزنني. يعني ايه يحزنني؟ جويا تنفع؟ لا. دوبيو، مين فاكر دوبيو؟ دي احنا خدناها من سنه ثانيه، يعني الشك واليقين، فاكرين الكلام ده طبعا. اسبريمو ريماركو اللي هي حاجه تحزنني. طب تعالى نقرا الجمله اللي بعديها. كواندو ديتشا، لما تقول كي بيلا نوتيتسيا، وانت مغمض هتقول لي استنى اهي كي بيلا نوتيتسيا، يبقى وانا مغمض جويا، انهي واحده طلعت الاجابه رقم ايه؟ الاجابه خلصت؟ لا. لازم استبعد الاجابه عشان اتاكد من معلومتي بشكل قوي. اسبريمو دوبيو تنفع؟ لا طبعا. ولا اسبريمو ريماركو، لان اسبريمو ريماركو يعني شيء يحزن. طب يا شباب قبل ما نخش على اسئله الامتحانات السنين اللي فاتت ونطلع فاصل، نحاول نلم بس مع بعض كده الموضوع تاني بشكل سريع. الدرس كله متقسم لحاجتين، الجويا يعني ايه جويا؟ حاجه تبسطني، وريماركو حاجه تحزنني. حاول نحفظ مع بعض الجدول كده. قلنا كيبيلا يرد الناحيه الثانيه عليها ايه؟ كيبروتا. جدع، يبقى كيبيلا كيبروتا. قدامك كيفورتونا يرد عليها الناحيه الثانيه اربعه اللي هم ايه؟ بيكاتو اتشيدنتي مانجا كيرابيا. هنطلع فاصل دلوقتي يا شباب ونرجع مع بعض نبدا نحل اسئله امتحانات السنين اللي فاتت. انتظرونا. ازيكم يا شباب، ورجعنا تاني بعد الفاصل ونبدا نشوف اسئله الامتحانات السنين اللي فاتت. زي ما اتعودنا مع بعض المره اللي فاتت كده في الفيديو اللي فات، هناخد اربع نماذج امتحانات السنين اللي فاتت، نشوف الاسئله اللي جت على لجويا وريماركو اللي جت على الدرس من خلال دور اول 2019، دور تاني 2019، دور اول وتاني 2018. وانا مغمض سؤال اللي جويا وريماركو، وانا مغمض اوتوماتيك هيجي على الاقل جملتين، وباذن الله السنه دي ممكن يلعب على جمله المعنى فيزود اللي جويا وريماركو لثلاثه. وخد بالك جمل المعنى مهمه جدا. تعال نشوف كده اسئله الامتحان اللي جت في
دور اول 2019، امتحان مصر دور اول 2019. ادي الجملتين اللي جم، تعال نقرا كده مع بعض الجمله الاولانيه. ديكو يعني اقول كيبيلو، وانا مغمض اول ما شفت كيبيلو هتقول لي ما انت طول ما انت جايب لي الجدول قدامي فالمعلومه سهله، ما هو انا الجدول ده لازم يتحفظ في دماغي. كيبيلو تبقى حاجه كويسه تبسطك ولا تحزنك؟ حاجه تبسطني جدا. جويا ولا ريماريكو؟ ها وانا مغمض جويا. طب مين يقول لي اول واحده ما تنفعش ليه؟ ديس ابونتو. ليه؟ لان ديس ابونتو بتساوي الريماريكو جدع. طب مين جدع يقول لي كونفيرمو والكوزا ما تنفعش ليه؟ كونفيرمو والكوزا فاكرين بتاعت الدرس بتاع المره اللي فاتت اللي هي ايه؟ ياكد معلومه جدع. تعال نقرا الجمله الثانيه. كواندو اسبريمو ديس ابونتو، هتقول لي بس اهي انت المره اللي فاتت اكدت عليا في اول الفيديو ان شيء يحزنني يا ريماريكو يا ايه؟ يا ديس ابونتو، يبقى انا بدور على شيء يحزنني. كيبيلا سوربريزا تنفع؟ لا. كيرابيا اهي، يبقى وانا مغمض هتقول لي تمام كيرابيا، وانا مغمض هي الاجابه. الاجابه خلصت؟ لا، لازم استبعد بقيه الاجابات عشان اتاكد من الايه؟ زي ما اتفقنا اتاكد من اجابتي. رقم سي تنفع؟ لا. ليه؟ كيبيلا نوتيتسيا، يبقى ده جويا. ده اللي جه في امتحان دور اول السنه اللي فاتت. تعال نشوف دور تاني الباشا لعب معانا على ايه. دي أسئلة دور تاني 2019 السنة اللي فاتت يا شباب. أدي الجملتين اللي جم، عشان كده بقول لك أنت ضامن على الأقل أربع جمل في جيبك يعني. كواندو، نقرأ السؤال ونطلع العلامة والدليل. كواندو اسبريمو ريماريكو، وأنا مغمض ريماريكو حاجة تبسطني ولا تحزني؟ ها تحزني جدع، يبقى أنا بدور على كيبيلا سوربريزا تنفع؟ ها لا. كيرابيا هتقول لي اهي كيرابيا دي انا شفتها لسه في الفيديو الاولاني، لسه في الدور الاول 2019، هي دي الاجابه. طب اتاكد اكتر من اجابتي. كيفورتونا تنفع؟ لا، يبقى دي استبعدناها جدع. تعال نقرا الجمله اللي بعديها. ديكو كيفورتونا، وخد بالك من كيفورتونا وكيرابيا. فورتونا وانا مغمض جويا، انهي واحده؟ الاجابه رقم ايه؟ سي. طب اجابتي كده؟ لا، احنا اتعودنا مع بعض ان انا لازم استبعد عشان اتاكد. رقم بي سبريمو ديس ابونتو تنفع؟ هتقولي لا. ليه؟ لان دي ريماركو حاجه تحزنني. طب مين فاكر كونفيرماري من الفيديو الاولاني اللي هي التاكيد تنفع؟ لا. كده يبقى انت خدت امتحان البوكلت بتاع السنه اللي فاتت دور اول ودور تاني. تعال نخش مع بعض يا شباب على دور اول 2018. أول حاجة تعالى نقرا راس السؤال مع بعض يا رجالة. كواندو سبريمو جويا، سبريمو جويا حاجة تبسطك ولا حاجة تحزنك؟ لا، هتقول لي جويا حاجة تبسطني. طب تعالى نقرا اتشيدنتي تنفع؟ ها؟ لا. ليه؟ لأن هنا ريماريكو أو ديس ابونتو. طب التانية كيبيلا نوتيتسيا، يبقى كيبيلا وأنا مغمض حاجة تبسطني. طب كيرابيا ها؟ تنفع؟ لا، لأن ده ريماريكو برضك. تعال نخش الجمله اللي بعديها، دي سهله قوي. ديكو بيكاتو، يا للحسره، بيكاتو تبقى جويا ولا ريماريكو؟ لا، هتقول لي ريماريكو، وقلنا ان الريماريكو كان بيساويها حاجه ثانيه اللي هي ايه؟ ديس ابونتو. طب تعال نقرا الجويا تنفع؟ لا، لان الجويا حاجه تبسطني. تبقى وانا مغمض اسبريمو ديس ابونتو. طيب الكونفيرماري تنفع يا شباب؟ لا، ده التاكيد. تعال نكمل مع بعض كده. خلصنا مصر دور اول 2018، تعال نشوف مصر دور تاني 2018 عباره عن ايه. ادي الجملتين اللي جم في مصر دور تاني 2018. اول ما هقرا الجمله، ديكو اتشيدنتي نون تروفو لي كيابي، اول ما لقيت اتشيدنتي يبقى انا مغمض. الاتشيدنتي ريماريكو ولا جويا؟ لا، ريماريكو، او بنقول عليها ايه؟ ديس ابونتو جدع. تعالى نختار الجويا تنفع؟ لا. اسبريمو ديس ابونتو، ايوه جدع، هي دي الاجابه. ليه؟ لان الديس ابونتو بتساوي ريماريكو جدع. كده انت مصحصح معايا. طب الكونفيرمك والكوزا، مين فاكر من الفيديو اللي فات كونفيرمك والكوزا يعني ايه؟ التاكيد. طب تعالى نقرا
السؤال التاني ديكو كي بيلا سورتريزا يبقى ايه وانا مغمض؟ جويا ولا لا؟ ولا بيماريكو يبقى وانا مغمض جويا؟ الكونفيرما تنفع؟ لا، والريماريكو ما تنفعش. كده شباب احنا خلصنا مع بعض درس الجويا والريماريكو، حاجة درس سهل جدا. يبقى انت كده معاك كام من اصل منهج المواقف؟ معاك نص منهج المواقف. خدنا الكونفيرماتسيون المرة اللي فاتت، خدنا النهاردة الجويا والريماريكو. نعمل مراجعة سريعة كده على الجويا والريماريكو. قلنا الجويا يعني حاجة تبسطني، درس كله لازم ادور على العلامة او الدليل في الاول. جويا حاجة تبسطني، ريماريكو بس لا ريماريكو او ديس ابونتو يعني حاجة تحزنني. قلنا اللي جويا كيبيلا الناحية التانية، خلي دايما الجدول قدامك وانا بقول عينك معايا، كيبيلا يرد عليها الناحية التانية كبروتا. قلنا كيفورتونا كان بيرد عليها الناحية التانية اربع حاجات اللي هم ايه؟ بيكاتو اتشيدنتي مانجا كيرابيا. كده شباب نبقى خلصنا مع بعض النهاردة، ونكمل مع بعض المرة الجاية أسئلة لايوتو والكولابوراتسيوني وآخر جزء اللي هو لوزو ديل فيتورو، ونتقابل مع بعض المرة الجاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.